جديد طارق، قال لي ميدو اول ما جه احمد حسام ايوه كلمني، انا كلمته الصراحه قلت له انا دلوقتي بقالي دلوقتي شهر بتمرن انا وعبد الله لوحدنا وحكيت له قصه، قال لي انا هحل الموضوع واحاول احل الموضوع. اشتغل على الموضوع، كلمني من 3 ايام ايوه قال لي يا مهدي، او 4 ايام قال لي يا مهدي الموضوع صعب يتحل والموضوع مش هيتحل. فقلت له ليه، وانا يعني ما حصلش حاجه، انا وعبد الله ما عملناش حاجه اي فاهمني. قال لي هو ممدوح ايد واخد قرار بكده. فقلت له خلاص خلاص ماشي. انا قال لي طب انا شايفك ما تعملش حاجه واتمرن كل يوم. قلت له هتمرن كل يوم، اقعد 4 شهور اتمرن كل يوم الساعه 7 الصبح، وبعدين انا وعبد الله بكري، فده ما ينفعش. قال لي طب انت عايز تعمل ايه؟ قلت له والله انا مش عارف اعمل ايه، يعني انا انت بتكلمني انت فاجئتني بالموضوع ده، انا كل شويه بيكلموني يقولوا لي احنا الاسبوع الجاي انت نازل انت وعبد الله، فانت فاجئتني بالموضوع، فانا مش عارف يعني انا مش عارف اعمل ايه. وبشكرك جدا على انك انت تعبت نفسك في الموضوع عشان انت بقالك اسبوع بتتكلم في الموضوع ده، فبشكرك جدا. بس ده طيب اللي حصل احنا مع عرضنا الموضوع. اغلب انا التويتات. عايز اتكلم اتفضل اتفضل. ان لعيبه الكوره دي مش عبيد، يعني فاهم، مش عبيد، ان هي في لوائح وفي قوانين، في ناس بتكسر قوانين وناس بتكسر اللوائح. انا ما طلعتش وعملت شكوى ليه وكده، عشان انا زمايلي ما تاثروش، انا تمام سكت الفتره اللي فاتت دي كلها بسبب ان انا عايز ما اعملش ابقى انا سبب في اخلي الدنيا تبقى ايه، الناس تتكلم عن النادي بسبب انا، او تتكلم عن الفرقه بسبب انا، او بتكلم عن زمايلي انا عاشرتهم 3 سنين، فانا بتمنى لهم حتى لو انا بره الفرقه وبتمرن الصبح، بتمنى لهم الخير، بتمنى لهم ان يكسبوا، بتمنى لهم يبقى يأدوا كويس، يبقى في كل ماتشات يكسبوها. فانا شايفهم يعني بداوا يمشوا كويس، مش انا اللي هطلع واعمل مشكله ان انا اروح اعمل مشكله وتطلع. بس انا اللي انا طلعت النهارده بسبب ان امبارح طلع كلام الكابتن خالد عبد الله.